بسم الله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي وحين بلابي دونا إن شاء الله محاضراتي كواد يا مالنتي اللواد المؤتمر كي تضوية طبناد يا أصلو نوروي إن شاء الله تعالى محاضرة وحا يكوصا بسنتهي قبلها مسلمات كا هي الدور كودا يكوليهم بلشدا أما كالنتي كجيران وحا إن شاء الله تعالى ستة لنتالية أو ودا جيرا إنو غسو ودا قدبينيا لبدن شيخ لبدني شيخ شيخ محمد بعر سمو هي الشيخ محمود أبو ضلحة وحن لنا إن شاء الله تعالى فليتفضل مشكورا مأجورا إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ما بعد أحبائي في الله تبارك جل وعلا وحافر حضي شيخنا فرحضوا إذن كان أن رجينا يو إنا نولا فرحي دونتان إنا نانيقيا الشيخ بوذاقنو موضوع أنو أرقني إنو يهي موضوع رمان تيو نوضا خسايا إن لغا الشيكيو أذيغ هو يدا إن لغا الشيكيو ولاشا إن لغا الشيكيو هبر يرتا إن لغا الشيكيو حاسكا غئي صدهضا وحانو ملينا يا أما أن أغهي dadka bini aadam koodan inay inta ka yimaadeen hooyo laga ma marmo waa mid caloosha kugu soo siday 9 bilood labta ku dhigtay markii aad dhalatay caanaheeda ku siisay ilaa 2 jir baambarka ka bedeshay dadka ka dhigtay hooyo waa noocaas xaaskuna waa un hooyada unbay ka timid ولا شانه يذا بكتمد هذا موضوع عن ما انت انكه الله انه شيخ انه شيخ دون مقعيسة هي عنوان كيسة لكن وحن دون يا إنا أتكي وموضوع عاد مهيم رقنا خسية دمر كنا خسية هذا موضوع السداسي هاي وحن كورمين أيتاي هويو يا حاس يا قبر يا إيد يا حبريار وحان ربائنا الشيخ يا صاحب كأن ويديو شيخ الفاضل محاد أبي حسي أما أد الدورتي أما أد أقوى القشي عنوانك أما مقع محاضرة العظام حسن بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة الله وسلامه على رسوله وحبيبه ومصطفاه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد جزاه الله خير وحان أقوان قلي وأن أبحيي حاول آن وحياة الآن حاول آن وحياة الآن حاو مركا آن لنا واتفهمي كرتان وهو يذين وحي قبره الدنيا كنول يوحي رجع هو يا حواء ومرك مجا عصيقات عوان كاسان نقول مجا عدري سبب كعوان كاسان نقول مجا عدري أما بقى أي حمبار سنت هاي كلمة دانقي مجبضن سيدات أكتهن أبونا آدم مركي لا أبوري إلهي سبحانه وتعالى أو أبوري جريجان دنيا أح ee saqaf ku saaran yahay ee saldhigiisuna dhulka yahay
إلهي وحو أغو ترق علي خلقي كن ولاد إن لهلو خلقي قاسي وإن إليه انسلق هداي قف قفتهاي يهداي أمتهاي نوع كستو أي تهايبا سلق قاسي وإن ونقضى سلق سكنه لغو حصيرو لغو دقو الله سبحانه وتعالى وحوليه هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها الله سبحانه وتعالى وحوليه ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة لبدا آيضاد وحيت الماميان سكن حسلت مركي اللي يداهدو قف كستو إفكا كنول حدوسا سلدق لحين دقاق مرها حدوسا ديغان لحين دقاق مرها بلشدو هداني سلدق لحين دقاق مرها حتى هذا الكا سلدق له وحاللوغو مغا عابي قبردا مسلمة داه قبردا هوي وحاللوغو مغا عابي وإني سلدق تهي وإن لغو حصيرو وإني ديغان تهي حدي مركا إيادة آن جيرين سكن ما إيمان كرو سيدا ساعيوانك وحوكون نقضي حاولان وحياتلان شيخ إيقا مركا وحان ويديني قبرنا ساسا وأدمو دبا بسبب تيدي الدوني دا إينا إيادة أتهين لغو دقوين تهي قرآنك فما قيمة المرأة في القرآن محا مركا قيمة هيدو يهي قرآنك أكويها قبرنا مسلمة دا الحمد لله أما بعد شيء كستو قيمة له وحومذن يهي إلا قدريه عد الشيء قيمة أوي الشيء إني قدري سنة مضن والله سبحانه جل وعلا هدي أد قرآن كريم كأد كن قطان أو أسوى عن أو في عن أد أو أقردان وحد أركيسان منزل ذا إيا درجة ذا إيا بوسك إيا مكانك والله سبحانه جل وعلا أوجيي حاو سيدا الشيخ أبيحيي حاو سيدا الشيخ أبيحيي حاو الآن وحياة الآن وموضوع رنتي آذي آذو قيمة بضن هدي أد أقردان قرآن كسورة البقرة إن بضن بو إلهي قرآن ككفافاهيي أحكانته يدين حواء هدي أد في رسان سورة آل عمران إلهي با أغم العدري سبحانه جل وعلا فافاهين تيدنا قدال بنوغ تقيدونا قرآن كوحا كجرت سورة إلى سورة النساء الكبرى وسورة الدير إلى سورة النساء مقعه يدين حواء أي وذتاء اللوغو مقع داري هداد أغردان قرآن كسورة كاف هايا عين صاد سورة مريم أي ليلة دا وسورة دن أو قرآن ككمدة أو حمبارسا مقعه يدين حواء هدي أغردان أما أغردان سورة المؤمنون وحد أركيسان قسم بضن إنو إلهي كغور رميه يدن حواء أداد أغردان سورة القصص وحد أركي دونتان يعني قسم وين إن لغور رميه يدن حواء أداد أغردان سورة طه وحد أركي دونتان قسم مدى قصص لمدى إن لغشيه يدن حواء لغور رميه هذا أغردان سورة التحريم أول كذا هي آخر كذا وحد أركيسان إلا جاقو الرميو هو يدين حواء هداد أقردان سورة الطلاق أو سورة النساء الصغرى ليلادو وحد أركيسان إلا جاقو الرميو حقوق ذئي واجبات كإلاده هو يدين حواء هداد أقردان سورة المجادلة وحابا كريما هذا الكن ليسكو علينا يو جواب تيدا رب العزة أيا كسو جوابي وحاد أركيسان قيمها إيا قدرينتا أي إسلام ككل هذا هاي هو يدن حواء أغو دنبينتي إيا جبه جبه
هذا أخردان سورة الممتحنة وحد أركي دونتان قيمة آد أسرية قيمة آد يا آد وين أو أيليهين أما أيليه هي هو يد حواء وإله القرآن ككسيي سبحانه جل وعلا نعم هذا قرتي سبب تقبر مسلمة داء هذا قرتي مركا قبر الآن عرفت سبب غزوها دولان كسبب كاللوغو يحي إن لو قوري لا يحي انت او قرآن ككتل مامي يقيمك أي لاذا هاي قبر إن لو قوري لا يحي بان هذا قرتي مركا حقيقة واسدة محادعي لأن عنصرك وقرآنك سيدا أعديي وحان شك كجرين إنو يهي لسمها الدنيا ذا وحان حصوصتي إنو نبي صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة الدنيا ذا وحيالات للألالة للألالة وحالك قابن كارو وهويني ربك يتقان وحال لغسو دولة يا إن أيضا لغسو دولة وحاكين يا بوسك أي كفر إذا بلشدة بوسك أي كفر إذا إسلامك قيمها أي قبر كليده إسلامك إيا أيضا لأغادي إن أيضا عنصر تلعسان وعد تلعسان له ومحال إذا ميلا لغسو قلي كرو أو لدنقين كرو محايدهين وحايدهين حقوق ذي رجع أيال لسيي الرجال قوامون أي ربي سبحانه وتعالى على النساء مركه جانكي وحال سي رجع وحيدهن أرنت أسي الظلم بيكوتا هاي دمركا سببته جانك الرجع الله سين أيوم وحيدهن لحلك هذه أي اللبنن أي هل قبر أي اللبنن يعني هل لبن قبر هذه هلن أي الله سيمي أرنك وحيدهن والظلم مالئة أو قبلي اللجوس ما ينايو وحيدهن وقرن في بيوتكنا قبلها جريه هذا هذين الضرورة بحين هكو أسترنا ذين رجونا ماشي دونان همرين أو الظلم أيدهن قبله إله وحيري يا أيها النبي يا إذا جاءك يعني وحلقوي النبي محمد ودمر كاجا يا عروق قبلها جا وحظ أمرته إن أي جلباب حدان ويس أستران رجنا وحالي عورة الرجل ما بين الصورة والركبة رنك عورتي سنة وحضمت إيا اللوياها قبضنا وحالي مروين بالقود ذي وحيدها وظلمي قبضنا وحالي ولي بي أباها انتهي إذا جاءكم من ترضون الدين وخلوقه وحال السعودي الليلي أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل قبل وحال ليلي وحي أباها انتهي إذن أي أباها انتهي مركي لقورين أيوم محرم لآن قبل إني سفرته محال لقود ديني بأن ليلي محال عي إسلام كأيا قومي سنيا مسائل كالنوعنا أي أرلضا كبدا وحاكم إذا تعددك رجي وحال يريد منك أود أولي أفر بأبنا شرعك قبدا لكن مايا هل ننقوم بيقول سنكرتا إنتا صدر مركا إسكو صدرين وقبدا حجاب كذي إيا أسر كذي إيا حشاد كذي إيا قوري جو كذي إيا نلمذي وحيونا مركا إسكو صدرين قيمها وقرآن كسيين أي آغان وحي أغادين قبدا إنتا إن لغلد دقالمو إن أي تهميل لغجلي كرو وبلشد لغنفس هادين كرو ولذلك هو حضر كيسان وحير أو دبر ككو تعلق مانتا ديل الشيغو الدون كأردن أي هل مربودية كليبا نركا يقص البضان وعجلدا أن له إنتي لغسو قو قويي أن له دمر كرق هم مقلين إله بأجير هم مقلين أو ها أطيعين مركا الله مرمؤ الله بوقو قوري قد إباك إيمانا يا مركا سوحان إلي نينك لوقف لبن إسمق بكران أنا قوم معنى هذا أيتاي قوري قد لب يددك بأسكو قبي كرا أوك لدنبيا وحي كسو صارين أبو طلحة وحليهي ديمقراطية ودن كمبكاري مانا يايو لبن إسمق قرسن كران هل كاسل إنتا يربا وحلقا سو صاريا إن عجلة إنتي لقو قويو كدمنا لفافيو
كدبنا عيف لقد لقى سمايو ووح دمر كتع اللقاء هدي تاني سير لقاهلو وحصة الأسد مانتا وحاوي ولما حماش كقليل لها سيدا درادت دمر كيغا قيمة إليهين أو قرآن كقيمة إليه أو لما حقيري كرو أو لما يسي كرو أو ما إهانا يستو إلا نللي تموين ساسو نبي يلي صلى الله عليه وسلم علماء المسلمين تنا أيغا مدن إن الحق إنتي عديان أي أي دتك حق وذا أي سيان إن للي ذا حرام بمركان قريسا وحانس الدون يا إنا الشيخة سؤال عجيب ويديو أو موضوع إن كسوغان يعني متغنى حرير لا سورة آل عمران رب العزة مركو كسو شيكيي دتك الله دورتي الله سبحانه وتعالى وحيي وحان دورني اصطفاء أنكس مين آدم وحاكلون دورنا نوح وآل إبراهيم إنت أمرك الله شيئي أي أليري وآل عمران على العالمين سؤال شو حيتهي وآل عمران على العالمين إنت أردن والغهري نبي آدم قصدك مسي سعنين نبي نوح قصدك قرآن كالله مسي شيئين سورة آل عمران من كوضع نبي نبي إبراهيم يآل كيسة قصدك مسي سعنين لكن قصده وحي هري أو مسي سقضي آل عمران محيين آل عمران آل عمران أضغي سيدة دكتين نين ديميد إهجامية دينيد أبوها لكن إساقا حالكي با لغو ريباي وحماشا كدقاقاي هو يدي مريم رشاي أحايدنا ودا دي عمران وقبه وجدد مركا ما شاسي وحوهيان صلدقي با ولي لغو سعضا يدا قندقا مجتمع قيمي اي اولادا حي ايا حالكا لغا دقا قال سبحانه وتعالى وحولايا حي إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم ومعن هذا يهي دعي بلودي يا ترى مركا إلا ذهي هوين إذي عمران وحيتري إله وحا علوشي إذا كجران كوغنة رئينا كوغور حرايو هل كوحا لغا قران كرا دور كي مجتمع يكفى كريسا لسمها الدينة سيدو أسيس عن لها بيكفى كريسا بلشدة إنا يسير لسناتو بلشد دين كسيس عطو قيمي قيدو توسنا ذا يكفى كريسا قورتا اي دعاي سنيس إلمه ولمرنا لنينو علوشيدو كجرا إذن همي قيقو وحويان إلمها اي دالي دونتو مجتمع دينة مدهو قامية ومضى واحتر أوله ماها نفس الديدة ومضى واحتر أوله أي كسيف كريسة وأي لا ذا هي إله وحن كوغنة ري وحا علوشة إذا كجرة إن أو نقضه هقامية دينت إن أو نقضه مد أديغة كو أديغة إلهي وحي أو أديغان بلشدو أو أديغة بمعنى رب سبحانه وتعالى الضومدي سو صادر صدي إيا الضومد الدينت أو كرنغة أو قواعد تيرر كأمدو يكتاغن تايوي سيدا درادت أي هل كرر آل عمران مركي لغو ريبي أودغي إي أنبياء دي كلا وحا إيادا لغا أنبا قادي إلى مدى لغا سي شاكي الشيخ أنا مكاس أدر الله وآل إبراهيم وآل عمران وحا شاكتي إني تري إني نذرت لك ما في بطني محررا وهو يتربيين إيسا المهد أورك كتشرة لنا الدمعسا إنو النغض المحرعة هل كاسي وحات المامسة دورك هو يدا نعم الدكور وحاجر تقصو أذيك هو صابسا أذيك يهو يدا إذا نحمر تي من نوقف إذين كرتار انت زيدا قصة داس مدحوغا سيف حقايد باي هيدو الشيخ تاريخ هان إي ويدي وحي ويدي الشيخ القرآن كسانكو برتاي صاحيب كي وآد بانو شاكي سنة قصة داسي وحيا حايد أنو شنجير بحورت الدكسي القرآن ليقو بيري وانقالي طبعاً مارين تانجيري بان كتاب الله سبحانه وتعالى حفظي بدن كان هو يا سبب او احايد او دنين اقول نما كسو كراي بان هايو عبيهانو سيدي ديرا ايو غيري يودي هو يو كالين حوغ لبي ماشاس كاقادات ارهما فرب بدن باجري لكن قيب كميد امركا انت المامو وحان حصوص تا دورك مجتمع هو يو اي كلا دحي وحان حصوص تا هو يو habeenada habeenada badan oo habeenada kamid ah
إن أنتي جعانتا إيقاباتو صبع إيقايسا ميلاحا علمات إيو معلمين تا يكو صبعيان كوبي تبنجربانا أنتي إيقايسا مركا إيقايسا أطاقو أي هوية إسكا صباحدو أنوغو مركا وهايست هوية إني قريقة تكتاي هوية إني قريقة متهجين ميل لابكا أحباي فريسة تاي غورتاس نوا بعد صلاة العشاء هوية قرآن كما تقان إلهي نحريس جنة هكا ورابي هوية قرآن كما تقان لكن جيتك وحي أفريسة تاي إني دقيسته صبعيك يا قرآن كأنا أخريني عدك إيجي تقان هوية محي سمين إيسا مكحان يرو قرور حبي سوء أرور ستاي آيات دان قفة بحال دقاح بي قادميل بي دكتا آيات دان قفة بحال دقاح بي سوء قادميل بي دكتا آيات كلان قفة دقاح بي سوء قادميل بي دكتا مرك الصبع دم هذا أنيق أوها يستهوي إن يبحثي وبرجين دوي هاي أي هوي ترى نكان ترى ذي نوي هاي سا مرك سيقول ترى هوي حال أنت سو آيات بعد قفتي حال ودن نوي سو جد سو بعيد قيسليش قريق مرك أن تغني نور المعلمات دي دين ويسي وودارات قردم بو أن حوغا وين هذا يبان فهمي هوي روي ديو إيش يكتو يقول تري محدكو أقاتي هوي قرآن كما تقانين مركان رهوي ماشي عسان فرديي habeena da soo dhan inta aayadoodo aad gaftay dhagax baan tirsanayay bay tiron meel dhiganay idan fadliga iyo qiimigii sanamaanta waxa inta badan iyo khayrka wanaaga sabab ku ah oo inaan halkan fadhiyo ida sabab wa ilaahay subhanahu wa ta'ala kasugo warqala fi sheekhu madam qiimiga lagu sheegay gabadha muslimada ah hooyana dowrkeedu ka yahay كان فكريس مستقبل أمة ذات خير كبركيس سنة آل عمران إلهي سبحانه وتعالى قيم جيس القرآن ككتل ما مي خير كاسي حال الدودة حقيقة الحمد لله خير كبركيس وحيقة لي نبي الله زكريا عليه الصلاة والسلام markii ay geeriyootay maryama binti cimraan hooyadeed aabaheedna geeriyooday gabadhayaa korinayo qaadayana la isku qabtay gabagabadii iyo qorituur iyo gunaanad waxay noqotay inuu nasiib helo zakariya calayhi salaam oo sida mufasiriintu muarikhiintu ay sheegaan qaybo ka mid ah uu habaryarteed uu qabay isaga ayaa gabadha maryama asoo koriyey وحنا كسو كوريي بيت المقدس أي كسو كوريي قبضي مركي أي صوبة كورتي أيضا هلك إلهي كعابوديس سبحانه وتعالى أي مركو أيما دو وحو أركا قبضي أو إلهي سبحانه وتعالى وكاني ملائقنا طبعا وقسو ديبي عنتاء المركا لغيهلين أما حلقي ذي أين تشوغين ماشي لبيت المقدس بركده عجائب كلامك الله يا أبي يا أولي النمدة أيو جبدي ويديو يا مريم أن لك هذا مريم حجابي وحن كاجا هذا بالمناسبة قرآن ك نن سحابي أه ومجي عيسى الله وش شيء سي صريح أنا الله وش شيء أنت عن جرنا إن زيد باكرة لكن أنت كسوي ليه كرت مرة قاركوت إن قرآنك اللي قفهمه إن هبل لو تشيده وصورة قل لكن مقع صريحة وحال وشي ذي زيد قرآنك إنت قبر مقع إذ لوشي غي أما أيضو هو يأ أما أيضو لقبه أما أيضو قبره وإلا تعجب إيشان تنا كميدة مركة يا مريم ومقع إذ الصريحة أنا لك هذا وحيتري قالت ومن عند الله الله أكتيسه أي أرزاق دن إيجت ماذا ولب وحير عيسي إن الله يرزق من يشاء بغير حساب إله سبحانه حساب لا أنب عد دون أرزقا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا إن تتق الله يجعل لكم فرقانا عد الله كبقضة إلهي تلصارته إلهي باسي قوني أرزقه سبحانه وتعالى
وأنا مد النبي محمد لقولي صلى الله عليه وسلم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى سورة طه أواخر كذا أدوك الصلاة إهل كاغا أمر ولنا كو صبر أنك أرزقين أدوك أرزاقات كامر ربنا ومد أليل سبحانه أيضا كنت لحاذا في سورة الذاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما حكت بيا ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين هذا الله تعالى صارتان إلهي بيد الأرزقية والله لو تتوكلون على الله حق توكلي لرزقكم كما يرزق الطير هذا إلهي سيدنا بأود تعالى صارتان سيد الشنبرت اللو أرزقه أيو ألا إذين أرزق إذين أرزق لها يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب بركة غيرك ونكسنا إيهو يدي قيمها لهيد وحي قال النبي زكريا دادي سويناتي مدحي سنة الروبي حبنه سي اللي فيه سنة أي محال هذا بربر كلويهين سيدة سورة المريم والله كل شيء سبحانه وتعالى بعد كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا أسقوا وييلهم وحبطنا أيو قبضنا البركة هذا الله يابي مركز وحيري أو قبضنا هدي الله بريضي كدمنا أرزاق ذي أتمد أنا قبصوا إلهي إنتان بريو إلهي أولاد إمسين كره هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء قبضنا مريم هو يدنا ساس إلهي أبريضي ومركتني محررة فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فتقبلها أبو الليل ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا كدمنا وكفلها زكريا هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ما بدا هنا فاء التعقيب اللغو بالله فنادت الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى هذا ويديسي قيس كاسي حواء بركة هذا وحاكونا شي يحيى حواء بركة هذا وحاكونا شي يحيى غير كاسي بركة اسنين إيا أولياء نماذي لغا أركي إيا الدعاء لغا أركي أي بركة لغا أركي أي نبي زكريا الراعي أو قاتي كدبنا إلهنا وحو بري سبحانه وتعالى وحونا كسي يحيى عليه الصلاة والسلام ولي وحن كل حج الرأي على إخوة حاو الآن وحياة الآن حاو جنة من لقحها جنة من لقحها حاو عبادة من لقحها حاو محاول حي حاوي آدم محاول حي إلهي ملوك لدو يهي ومننك إلهي أدو مسنين والباء وحاويان نما شقي سنين شام عبو شيخي سؤال شاسا ربينا ويدي جوابته وميا واللوسي من يحي نبي عليه الصلاة والسلام وحولي النساء وشقائق الرجال دمركو والرقة جيحود ولا الله يرق ليهين وحلوسي من يحي الأمر بالمعروف والنهي عن منكر وحيابها جنة الله قلتها أح إلهي نقران كقوت الماميري والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض لما كلا هرسنا سيد الرق مؤمنين أوليهين أي دمرك مؤمنات أوليهين سيد الرق مرافقين وقجران دمرك مرافقات باكجرة سيد الرق مشركين وقجران دمرك مشركات باكجرة ولو سميه ويعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات هل كان وحضر كيسا جنة إن لو سميه مركي لقى هد لا يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الله سبحانه وتعالى وحور الرق مؤمنين تا يقبلها مؤمنات كا قاركود باقارك كالحكتاء يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر صلاة بلو سمن يحي اسكدر ويقيمون الصلاة
زكدي بالله سمية هاي ويؤتون الزكاة طاعة الله وطاعة رسوله بالله سمية هاي ويطيعون الله ورسوله نحريست الله دي انت على سمية بالله سمية هاي ورائك سيرحمهم الله جنة بالله سمية وحي كدم بيانا وقلدي جنة قف والباوحي اوي مادو اي اساق التبرتيس وحي الرياب توي حقك رسولة احزاب مركي اللي قهد لي ربي سبحانه وتعالى وحولي هاي أمهات المؤمنين مركي اللي تلمام هاي ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل تي إذنك إذن كميته الله سبحانه وتعالى أوها قانسا تي أطيع ده رسولك أطيع ده عمل وناكسا التي ماذا نؤتها أجرها مرتين أجر يد الله بقول بانسيرين بإله سبحانه وتعالى يري وأعتدنا لها رزقا كريما بألا يري حق أوامير تمركي اللي فورنا يي الدعوة ده إله سبحانه وتعالى وحوله واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة سيدو كالي درجات كمركي اللي قهد لي هذا إسلام نمت هذا إيمان تحي هذا حسنات تحي هذا صون تحي هذا توصنان تحي هذا دم بداف تحي هذا حس الله تحي في سورة الأحزاب على كتل المامي إن المسلمين والمسلمات محق ربي الله والمسلمات والمؤمنين محق ربي الله والمؤمنات والقانتين والقانتات إلى آخر الآية آخر وحضر كيسا إن سيد الله وضع سعد وقف والبتاك تاد إنت يكون ريبتا أيتاه إلهي سبحانه وتعالى عدالة دي سنة كم تأخيرا وحلقوا قبل قبل آيادا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجر عظيمة أعد الله لبدا قراك استو كمدي عدي دداشاء الله وحو دياريي دم بدا في أجر آد وين بو دياريي إذن جرنضوا والو سمية دعوة والو سمية خيرك والو سمية آخرا قف والباء انت إساق أوقيست أيو لا يهي لكن وحاليري وقديما كما قيل ضمرك ما دام بلشد دورك أي كليهن آد أي أوين تحي لأنتو أن لس عنكرين هدف كنا يهي لأنتو إنا لن نولانكرين مجتمع يقى آني لسن مجتمع جراؤوسا أحين ماشا يقى حق وضح دي كل يعدن بلشد ورنب بابا أي تحي هورين لو يري دمر كايغا رك سو سارا نينكستو وين غبر با كدم بيسا ما دام ولا يري رسول الله نبي الله موسى عليه الصلاه والسلام من اولي العزم بو كميديا هي نبي يدو اوغو بدن قصص القران كو كميديا هي بل حداي دلاشدي سي تحي بربارنتي سي حدي اي تحي دور ما هي كول هاين دمر الحمد لله سكوبان وحاوني كرا نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام نولشي سي أردن وحاكا قيب قاتي أفر مساشن دمرة أفر دمرة إسكاده وعجيب ونبي الله موسى أفر دمرة وكا قيب قاتي نعم قرآن كون ألك الشيغي سبحانه وتعالى تاوحد قرنيسان يعني كالنت أي دمرك أما حاوك لهذه بلشدة إيا صوصاريد الدعوة إيا الدفاع دينته أنكو باللونه يدي أسقط الشيء وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه نبي موسى هو يدي مقع هذا المشيق أو قرآنكم مع الدين لكن نبي موسى هو يدي إلا يريبا كفلا قبر كسنا وهو يدا هدي قبر كسنا وأن هو يدا مرك نبي موسى هو يدي ما قال محل غبا هيا هي وأوحينا إلى أم موسى ربي بال أنيقا أوحي يودي إن النبي أهيد معها لكن ووحي الإلهام ودرجاء أسر ريسوي محل غير نبي موسى هو يدي ويلك موسى أمركو لشنوج أن أرضعيه قال كي فرعون هذا قوقا سحرضي يكو سئر كي يقانينا أفاليي أو وحيكو يلهدين من غير بنو إسرائيل أي ملكي كا قادي دونا وحو يريوان بدلي عنق والبعض شويل والبعض شا نبي موسى سنة كي ويلش اللينا يبو كسو هقاقي وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم حداد أبا قد بد كتور
هانا وعبسنين بالليل أرسل الله أتكينا إياه ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين وقت كوبا فافاهم لير بي أبا هنتهي لكن إدي كوبادو كقيب قادتي نبي موسى مر لبادنا ويكسو الله بندون تاي ووجعلوه إنا رادوه إليك أيو إلهي أوفينيا سبحانه وتعالى أريدنا فرددناه إلى أمه كي تقر عينها هو يدي قبصدا مرأة لمركي ويلك بدل لغوتوري عيدا كي فرعون أي قعانتا كردقين أي هو يدي ويول وليسا قبضا يدي بيتري بالصوئك وقبضا أن لنا هاي يعني وقبضا يرسي الدعوة إيا نسيد الدينتا إيا الدعوة أي أغقب قادنا يسو وقالت لأختي قصيه فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون مال دير بي كأرقتي سورة طهانة سكال الله وشيغي وصدا سو كلا قبضا سنا وقبضا لباب إيا كقب قادتي أيضا الليل وحرمنا عليه المراضع من قبل أيا وحيت لهل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون وقبضا سي نصح يددال أي دعوة يدين تاكم بحيصي يسير أبد بادلها النبي موسى هو يدين دبا لو سعليين قبضا صدحان وحاوي امرأة فرعون آسية بنت مزاحم أو جنة اللوغ بشاريي لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا هل نغطى بنين إنو نأنفع لغيابا قبضا أسنا ويكوها بستي حتى بنين بيت فرعون ويل كان ينا أنفع على جي أباي صدح قبل أطباء نبي موسى أدار كيسان إنا ينولشيسي أي كسو قيب قاتين نبي موسى فريان كي أدون كأوه الرئي أي متغانا صومر أيوها ما محمد علي كلاي ما فريان كي أدون كأوه الرئي نبي موسى عليه السلام وحو أركي أساقة يوحو أركي من قبطة إيا نبنو إسرائيل وإزديليا كدمنا كي قبطة أها أيو فير كنتي فوكزه موسى فقضى عليه أي فمات وانتي لما قرن عدة دي شيء ولا باري أو ولا واي رعاية إلهي قريقي لقى باري أي أسير تكب حيسي أيو نح مشاحي ومردن بي أيو هدنانا أركي كي يميت كالي مركو كسو نقاقي أيو حو أيو عبسي أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس أرنكي مركو كشف مي كولن دق دق على سكوه إماضي وإلا الدلالة يدى الله سوقفت النبي موسى من مؤمنة وميشة فليه أيا وركي سوقاضي وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين وابحي إلهي ببريي إلهي بتوفيق ذي واجفتشي ولما توجه تلقاء مدين بؤادي وحوه هلي قلو بي وحولو ورابسانيا لبق ابنوض أو أرق عينيا تذوداني بو إلهي كتل مامي محايدين كنعي أرق بو أورابيي لبذي قبنوض وحاويان انتي آبهد التغيب وحي كنهن نين ساسانو أرقني أو لبط المامو ضلياب لي نين أود بدن هدر آمنة هلا إغو يريري فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا اسكو صادو دوبا قبله متكميدي وقورسدي إني أريد أن أنكعك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج نبي موسى وحاك الصوقين قاتي نولشيسي وهل كاسو قرسي أفر حواء أفر حواء أفر دمرة أيا سو قرسي سيدا درادت هو يدو حيليد هاي قيمها آتك وقيمها بضن آتك 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 ونكسن أي إليه هاي نعم كسر له شيخي بارك الله فيه جزاه الله خير ما شاء الله لكن سؤالك أوديه دورك أي إليه هاي حواء صبرك دلقاتك إيو إلى لنت قريد إيه ريرك قرآنكم حكا شيخي هل مثل بان وقفرا إساقو وقت قويريه تصالها نوغفرا وحويا قبر سحابية ده او قيمي بدن واد وضتها قانان خولة بنت ثعلب رضي الله تعالى عنها وارضاها النبي قوتي ميت
ee akeegtan dhaxmaray ee dacwoonaysa wadaadkeed Aws ibn Saabit aw wadaadkeegi ka dacwoonaysa nabigu timid calayhi salaatu wasalaam calayhi salaam gabadhii ilaahi subxaanahu wa ta'aala bay gacmaha u hoorsatay ducadeedina waa la aqbalay quraan baa lagu soo dejiyay wadaadkii iyada gabay baa la canaantay wuxuu ku hadlay waxaa la yiri wa innahum la yaquuluuna munkaran min alqawl halka waxaad ka garan kartaa nutqa yar khawla bint thaclab nabiga ereyada ay ku tiri waxaa ka mid ahaa ilmaha iyo qoyska siday uga fakarayso usrada ilaalinteeda ilaan mujtamacu wuxuu ka bilowdaa qoysku ka bilowdaa siday u ilaalinaysa mujtamac iyo qoyska waxay leedahay caruur yaryar baa joogta haddaan wadaadka u dhiibana way dayacmaayaan haddaan anigu qaadana way baahanayaan laba caruurtana labada isdhashay dhexdooday ku wanaagsan yihiin inuu qoyskii sii dhisnaaday ka fakaraysaa ubadka inaanay dayacmin bay ka fakaraysaa iyada inaanay dayacmin bay ka fakaraysaa mujtamac dhisidiisii iyo usarkii iyo ubadkii bay ka fakaraysaa way leedahay haddaan siiyo caruurtii baa dayacmaysa haddaan anigu haayana way baahanayaan isla wada joogay arrintu ku fiican tahay waxyaabaha ay ku dacwootay bay ka mid ahayd idan khawla tusaale nooga filan noogu filan sabarka ilaalinta usarka mujtamac dhisidiisii inay gabadhu ka fakarto gabadhaasaa noogu filan oo gabadh saxaabiyad ah nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam la nool hor fadhida su'aalo weydiinaysa waxaan doonayay markaa isagoo waqtigu yar yahay sheekhu inaan weydiiyo suuratu lmumtaxina maxay ka tiri gabdha qiimigooda iyo dowrka ay ku leeyihiin mujtamac الحمد لله وبعد سورة الممتحنة أو ممتحنة صادون تو اسم فاعل هي اسم مفعول متك دون تحركية وحكى شكيني صار نعدي عجيب هلا يا بدن نعدينا سنة كي اللي حاد يتضباد انت اسكا قبتان نعدي اما الشناد اللي حاد سلح الحديبية بان ليلة هذا كن اي افر بقل او النبي محمد الله صلى الله عليه وسلم ايا عمره ادي qurayshi way u diideen dib bay u soo noqdeen oo meel xudaybiye la yidhaahdo oo ceel leh ayay degeen oo barako badan ka dhacday nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam hal la qowraco hadyiga iyo xoolaha timahana ha la xirto saxaabadii way ku adkaatay shuruudaa la kala galay aada u adag oo saxaabadu cumar oo kale radiyallahu uu qaadan kari waayey oo uu laqi kari waayey gebagabadu waxaa ka mid ahaa shuruuda annagu haddii cidda naga timaada haddaan reer gaalannahay cidda naga timaadoo soo islaanta oo idinka idiin timaada waad noo soo celinaysaan cidda idinka idinka timaadana idinma soo celinayno soo sharti adag maaha dhinaca marka laga eego wamacadaalika hooyadeen xawaa gabadha muslimadda ah ilaahay waa ka soo reebay ayaga kuma jiraan baa la yidhi dumarka yaa ayuha aladiina aamanuu يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا آياتك وحيت الماما عجائبك بدن شرط قاس إيه شيسك إن قبلها الله قصو صاري ممتحنة وحلو بحيي آخر كصورة يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف وحال قسيي قبل مسلمة أخلاقيات كذا انت أنا قبل قبين أنا حق يا شيخ دردارنا أن يعني سينا ياي waxaan ku gebagabaynayaa gabadha muslimadda ah shareecadeenna islaamka sharaf bay ka leedahay islaamka ka hor waa la duugi jiray dhaxalna waxba kuma lahayn islaamka markuu yimid wa ida almawuudatu su'ilat biayi dambin qutila dembi weyn baa laga dhigay laba gabdhood qofka koriya anigii iyo qofkaasi jannada deris baan ku nahay ayuu nabigu yidhi sala allahu calayhi wasalam ninka waa inuu meher bixiyaa
ninku waa inuu gurigii dhisaa wacaashiruhunna bilmacruuf sidoo kale waa in gabadhii noolosheeda la kafaalo qaadaa gabdhaha muslimaadka ah waxaan kula dardaarmayaa sharaf buu alle idin siiyey qiimo ayuu alle idin siiyey warshaddii waxaa tihiin ummaddan ee ummadda soo saaraysay baa tihiin jannadiinnana waa sad alle ugu dhowaataan subxaana wa tacaala waan ku celinayaa minbarkani hadalkii nabiga sal alla slam gabadhaha ma xaqiro oo ma yaso oo ma dullayso ilaa nin liita mooyeen ma sharfo ilaa nin sharafa la mooyeen nebi moxamedna shicaarkaasuu la yimid istawsuu binnisaa'i khayra war haweenka khayr u dardaarma nabiga saas yidhi sal alla slam haweenku waa hooyooyinkeen hooyooyin haweenku waa kuwaan qabno waa kuwa gogosha noo dhiga waa kuwa noo uuraysta waa kuwa cuntada noo sameeya waa kuwa na soo dhoweeya waa kuwa la'aantood ay abaar tahay makhraati baad ka tihin caruurta haddii lagaaga tago hal maalin ma hayn kartid waa nicmo weyn aan u naxariisanna gabdhaha ayaguna ha ogaadeen inay meel sare ilaahay geeyey subxaana wa tacaala oo sharaf leh oo qiimo loo diinteennu ay ka mid tahay aniga xaggeega intaas ay kaga dhan tahay wixii dardaarna sheekhan siinaya baraka allahu fiik jazaahu llahu khayr waxaan doonayaa dowr cajiib ah oo aada wada taqaanaan xusuusin iga ah inaan idiin dareensiiyo qiimiga iyo mujtamaca waxay ugu fadhiyaan iyo dowrkay ku leeyihiin qadiiman wa xadiidan xilli hore iyo xilligan hadda aan joogno intuba tusaale markaan soo qaadanno waxaad og tihiin nabigeenna calayhi salaatu wasalaam magaalada makaa laga soo saaray maraaxil bay soo martay waxyiga uu soo maray markii ugu horreysay waxyiga lagu soo dejiyey eena uu u yimid malagii isagoo baxsada markuu gurigiisa ugu yimid khadiija ee ugu yiri iduuduub waxaad og tihiin khadiija nebiga calayhi salaatu wasalaam hortiima muslimad bay ahayd waa su'aal maya ma ahayn khadiija rasuul kaloo gaarho loo soo diray miyaa jirin maya markuu yimid cabqariyad caqli badan bay ahayd islaamnimo weli ma jirto waa waxyigii ugu horreeyey suuratu alcalaq ilaahay subxaana wa tacaala bilowgeeda shanta ayad ugu horreysa la soo dejiyey waxaad arkaysaa nebiga calayhi salaatu wasalaam markay duuduubtay ee duuduubiddii laga baxay ee uu bannaanka yimid ee argagixii ka tegay su'aal bay weydiisay maxaa kugu dhacay ayay tiri wuxuu yihi nebiga calayhi salaatu wasalaam innii khashiitu calaa nafsii naftaydaan u baqay naftaydaan u baqay kelmaddaasuu nebiga calayhi salaatu wasalaam yidhi waxaa cajiib ah sida ay u dejisay waa sakankii aan ku bilownay iyo dowrka mujtamacu ay ku leeyihiin siday u dejisay khadiija nebiga calayhi salaatu wasalaam kallaa wallaahi maa yukhziika allaahu abadan innaka la tasilu arraxim wa tuqri'u adayf wa taksibu almacduum wa tuciinu calaa nawaa'ib alxaq kelmadihii ay tiri wey ilaahay baan ku dhaartay alle weligaa ku hoojin maayay tiri sifaadkii qiimiga badnaa ee uurahaa oo dhan quruubtiisii bay dejinaysaa waxyi iyada ku soo degay oo xitaa inuu nebi yahay ay og tahay ma jiro haddana way dejinaysaa ilaahay weligaa ku hoojin maayo waa dowrka gabdhaha ay leeyihiin wey ee qiimiga badan ee la'aantood aan la dhaqaaqi karin rasuulullaahi oo waxyi ku soo degay cabsi ay gashay bay qalbigiisu khadiija dejinaysa oo ay leedahay ilaahay ku hoojin maayo weligaa maxaa yeelay qaraabadaad xiriirisaa martidaad soo dhoweysaa saaxiibulxaq baad u cadcaawisaa waxyaabaha dadku ay ku dhibaataysan yihiin baad ku garab istaagtaa rabbi weligaa ku hoojin maayay tiri intii uguma ayaan simin gacantay qabatay waa tii waraqo biri nowfal ugeysa ay tiri ismaac min ibni akhiika walaalkaa wiilkiisa dhegayso maqal waxa uu leeyahy idan dowrkaa qiimiga badan ee mararka qaar aada u adag ee ragga aanay hidin karin xasiloonida iyo deganaashaha iyo sida mujtamac iyo bulshada iyo ama afraadaba loo dejiyo gabdhahay ku jirtaa waa dowrka ay leeyihiin wey waxaan jeclahay inaad iyadana in yar ila dul martaan umu camaar nasiibatu bintu kacab gabadha ansaariyada ahayd ee qiimiga badnayd dowrka islaamka ku lahayd hadday tahay min baabi aljihaad gacanteedii marka dambe waxay ku go'day waxay ahayd dagaal bay ahayd
arurteedii dagaaladay ku dhinteen waad ogtihiin. Yowma Uxud siday nabigu u difaacday waad garan kartaan. Ilaa arrintu heer ay gaadhay raggii markii yaacay weliba raggii cuscusla ay yaaceen ee goobta ka carareen inay iyada nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam saa u hor taagneed oo wixii lagu soo tuuro iyada ay isu dhigaysay, iyada iyo ninkeega iyo carruurteed ay isu dhigaysay. Ee nebiga uu yidhi koofiyad bireedkii nin ordaya uu ku yiri war haddaadan ku dagaalamaynin dadku dagaalamayaa jire iska dhig, ee intii uu soo qabtuu tuuray iyada intay qaadatay madax ay gashatay qaada nabiga intuu yiri madax ay gashatay ku dagaalanta. Waa dowrka muhiimka ah ee ay leeyihiin. Idan lama koobi karo gabdhaha muslimaadka ah dowraad u qiimi badan mujtamacana la-aantood ma dhisnaan karo. Marka inay dareemaan xididka rasmiga ah ee laga aasaasmay tiirka weyn ee camuudahe lagu taagan yahay ee haddii uu jawaab bulshada aanay dhisnaan karin inuu isaga yahay, sidaa daraaddeed daldaloolada inay iska ilaaliyaan, wa khaasatan wadcigan hadda aan ku jirnay xaaladda ay tahay maanta weliba loo baahan yahay dhinac walba laga jaban yahay in dhexda guntiga ay ku xirtaan. Dadaalka ugu badan maanta iyagaa bixiya. Waxa diinta barta waa iyaga, waxa ubadka jiidaya waa iyaga, khayrka waxa wada waa iyaga. ilaahay subxaanahu wa tacaalana ha ku garab garo qawaacidka usariga ah oo haddii la waayo la-aantiis aanay soconaynin waa iyaga. ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanaynaa tawfiiqda inuuna waafajiyo gabdhaha alla noo xafido tiirka weyn ee aan ku taaganahay. ilaahay subxaanahu wa tacaala noo sugo, noo adkeeyo. وإلى هنا نكتفي وبالله التوفيق. ما شاء الله.